اهو عندنا 160 جرام دقيق، عندنا سكر 20 جرام، عندنا 60 جرام مية، 150 جرام من الزيت، العجينة التانية عندنا 130 جرام من الدقيق، مية وخمسين جرام من الزيت، نبدأ نعمل لو احتاجت منك معلقة كبيرة تانية من الزيت حطيها، المهم تتكون مع العجينة. هنلفها بعد نص ساعة، احنا هنقطعهم كل قطعة 12 قطعة متساوية. هنغطيها ربع ساعة. ده الحشو بتاعنا عبارة عن كاسترد بالفراولة. هنغطيها كمان دايما. ندخل الفرن 180 درجة 30 دقيقة. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، نسيبها تبرد شوية ونرجعها.